أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في تفجير انتحاري مزدوج في سوق ببغداد في حادث هو الأول من نوعه منذ نحو سنتين. وأعلنت وزارة الصحة حالة الاستنفار القصوى في المستشفيات لعلاج الجرحى في وقت أغلقت فيه وزارة الداخلية المنطقة الخضراء، ووصفت السلطات الهجوم بأنه إشارة محتملة إلى عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية. مشاهد الدماء والأشلاء تتصدر المشهد العراقي مجددا. هجوم انتحاري مزدوج استهدف سوقا في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد. قتلى وجرحى بالعشرات وحالة من الفزع من جراء الانفجار. فالتفجيرات الانتحارية باتت نادرة في العراق منذ إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة عام 2017. مصادر رسمية تقول أن انتحاريين فجرا نفسيهما بحزام ناسف بعد أن لحقتهما قوات الأمن في منطقة الباب الشرقي في العاصمة. هنا صار الفجار الأول باعه، وين هاي البناية؟ شوفوا هنا صار الثاني، وين كرروه هنا. ماكو 10 دقائق هواي. لا ربع ساعة، لا بالطيران ربع ساعة. أنا عنده ما ننطف لأبو حيدر خالي من المدينة. في المكان المكتظ بالناس نفسه وقبل سنوات تفجير انتحاري أودى بحياة أكثر من 30 قتيلا. مكان يعرف عنه اكتظاظه بعمال اليومية والباعة الجائلين الذين يعرضون الملابس المستعملة، ولا توجد فيه منشآت عسكرية أو سياسية. حالة استنفار وانتشار أمني مكثف خاصة في المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية والسفارات الأجنبية. التفجيرات أعادت مشهد الدماء والأشلاء الناجمة عن التفجيرات الانتحارية قبل سنوات، مشهد يصعب على العراقيين نسيانه. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الانفجارين الإرهابيين يؤكدان سعي ما وصفه بالجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبرى. وأكد صالح في تغريدة على حسابه على تويتر وقوف السلطات العراقية بكل حزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار العراق على حد قوله. ومعنا من موقع التفجير في ساحة الطيران في بغداد مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، ماذا لديك من تحديثات على الأنباء في شأن التفجيرين الدمويين اللذين ضربا بغداد ومجمل ردود الفعل عليهما؟ توقفت أعداد الضحايا عند آخر حصيلة قدمتها وزارة الصحة العراقية، وكما ذكرتها في أو ذكرت في هذه النشرة هو 32 شخصا قتلوا في انفجار اليوم، إضافة إلى 110 من الجرحى، معظمهم غادر المستشفى، بقي منهم 35 جريحا في المستشفيات، حالاتهم تتراوح بين الشديدة والمعقدة والبسيطة. من المرجح أن أيضا أن يعني يغادر بعضهم يوم غد، ولكن هناك أيضا حالات حرجة لم تذكر بالتحديد كم هي عدد الحالات الحرجة. هذه الحادثة عادت إلى الذاكرة الأحداث الدامية التي شهدها العراق على مدى سنوات طويلة، وطبعا غادرها العراق منذ حوالي 4 سنوات، حوالي يعني منذ عام 2017 ربما كانت آخر هذه الأحداث التي شهدتها مدينة الموصل، وأعلن حينها عن الانتصار الذي حققته القوات العراقية باستعادة هذه المدينة. بيانات متفرقة جاءت وبعضها مكررة، السفارة التركية إضافة إلى الحكومة التركية، السفارة الأمريكية إضافة إلى الدولة أو بيان من واشنطن صدر بالإدانة، إضافة إلى السفارة الإيرانية وبيان من وزارة الخارجية الإيرانية، رئيس الوزراء اللبناني، العديد من الدول لا أريد السرد هنا، معظمها جمع الدول العربية أيضا أدانت، قوات التحالف الدولي أيضا أدانت. نحن الآن في منطقة وقوع هذا الانفجار، كما تشاهدين من خلفي تجمع بعض الأهالي وبعض المواطنين
وأوقدوا الشموع في مكان وقوع الانفجار الأول. أيضا القوات الأمنية المتواجدة في هذه المنطقة دون طبعا أي إجراءات أمنية تذكر، إنما فقط هو الوجود الأمني المكثف والمنتشر في هذه المنطقة كما نشاهد. وطبعا أوقدت الشموع في أماكن متعددة من هذه المنطقة ومن هذا المكان، بعضهم من يعني ذوي الضحايا وبعضهم ربما كان يملك هنا هذه المنصات البسيطة والمتواضعة لبيع الملابس البالية والمستعملة. طب دعني أسألك عن الأصداء وردود الفعل الداخلية من القوى السياسية العراقية. اليوم وزير الخارجية العراقي تحدث بعد هذه التفجيرات عن حاجة العراق إلى دعم خارجي. كيف تلقت القوى العراقية هذه التصريحات؟ وما الذي فهم أصلا من كلامه عن الدعم الخارجي المطلوب؟ هناك جدلية منذ فترة تتحدث الجهات الحكومية عن حاجتها إلى إبقاء قوات التحالف الدولي، وأيضا حاجة العراق إلى مساندة هذه القوات وعدم مغادرتها. كما نعلم أن البرلمان العراقي عندما صوت في بداية العام الماضي يوم 5/1 عام 2020 على خروج القوات الأمريكية كأعلى حد هو في نهاية عام 2020 في 31/12، ثم بعد ذلك أعلن عن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، والذي عقد اجتماع واحد في الشهر 10/1 عام 2020، لم يلحق أو لم يتبع ذلك الاجتماع اجتماع آخر، مما يعزز هذه النقاشات وهذا الجدل حول الحاجة الفعلية إلى وجود قوات تساند القوات العراقية وتدعم الوضع الأمني في العراق. وزير الخارجية ربما أراد أن يشير إلى الحاجة الماسة إلى هذا، إلى وجود هذه القوات، وطبعا الخارجية تتحدث عن حاجتها إلى بقاء هذه القوات لمدة 3 سنوات، فيما هناك قوى أخرى تطالب بإخراج هذه القوات وخروجها فورا. وطبعا العمليات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية التي استهدفت أرتال التابعة للقوات الأمريكية المتجهة إلى بغداد أو إلى معسكر عين الأسد تعزز المطالبة بخروج هذه القوات من العراق فورا. شكرا جزيلا لك ضياء الناصري من بغداد. ومن بغداد أيضا ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمنية سرمد البياتي. سيد سرمد، كما تعرف هذان التفجيران يعني جاء بعد مرور نحو سنة ونصف من آخر تفجير شهدته بغداد، ما الذي يعنيه ذلك؟ وهل ترى فيه أبعادا أمنية يمكن أن توضح أو تساعد على تفسير ما حدث وأهدافه؟ من المبكر الكلام عن مثل هذه الأمور، هنالك تحقيق أمر به الكاظمي وهنالك تجديد على القيادات الأمنية، لكن لا نستطع أن نقول سوى عنه أنه خرقا أمنيا واضحا وفاضحا، لأنه ما معقول أنه بعد هذه السنين والاستقرار تظهر داعش بهذا الأسلوب. يا ترى من المحرك لها؟ من الذي جهز الانتحاريين؟ من الذي استدلهم على هذا المكان؟ من الذي استضافهم؟ إذن هنالك في بغداد مضافات، وهذا موضوع خطر جدا. أما من يقول بأنه داعش تضرب للاستحقاقات السياسية أو هاي، فسيد برهم صالح من حقه، هو رئيس جمهورية. لكن عندما تتحدث عن خرق أمني واضح وفاضح، يعني هل نتحدث هنا عن خرق أمني لم يكن منه مفر، أم أنه يمكن أن نتحدث هنا عن تقصير ما ربما للقوى الأمنية؟ لا، القوى الأمنية لو تلاحظين بالمدة الأخيرة كان هنالك قصف على السفارات، ضرب لمحلات الخمور، ضرب لصالات القمار، كثير من الأمور الداخلية حتى داخل العراق أشغلت القوات الأمنية. الكل كان يتصور بأنه داعش اقتصر عملها على المحافظات المعينة، كأن تكون ديالى، كركوك، صلاح الدين، الموصل، الأنبار وضواحي هذه المحافظات، يعني أماكن
من بالأطراف بعيدة بالقرى وأسلوب حرب عصابات، لكن أن تصل إلى مرحلة مثل هذه التجهيز ومثل هذه الاستحضارات، هاي العملية أنا متأكد كان يعد لها على الأقل شهر، على الأقل شهر. العملية مثل هذه تحتاج استحضارات معينة. ومن الذي يستضيف إذا كان الدولة سيد سرمان؟ بغداد كيف دخلت إلى بغداد؟ هنا المشكلة. احنا عندنا مناطق رخوة في عزام بغداد بالمناسبة، عندنا في الطارمية، عندنا في التاجي، عندنا في الرضوانية. اذا تذكرين قبل 3 أشهر حصل تعرض على الشرطة الاتحادية في الرضوانية وهي قريبة من مطار بغداد، وذهب ايضا بها ضحايا. الطارمية فيها تعرضات كثيرة واماكن اخرى، لكن السؤال انه كيف استطاعوا الوصول؟ اين عمل الوكالات الاستخبارية؟ اليوم نحن لدينا كم هائل من القوات الأمنية، لكننا لا نستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة واضحة في العمل الجديد. نحن صرفنا، هل توجه الاتهام إلى جهة بعينها سيد سرمان؟ هل يمكن ذلك؟ لا ابدا ابدا ابدا. هذه البصمه احنا تعرفين يعني كنا معكم منذ سنين، من تنظيم القاعده الى تنظيم الدوله والداعش، احنا يعني مستمرين مع هذا الملف. هذا بصمه داعش. احنا اي جهات ممكن انه اذا فكرت تعمل عمل سياسي، عمل عسكري معين داخل بغداد، فتكون عباره عن عبوات ناسفه. اما انتحاريين، لا، الانتحاري هذا مؤدلج بشكل معين ومدرس ومدرب، ويعني يكون يعني عقله مغلق على موضوع انتحار وعقائد معينة، فمو من السهولة الحصول للانتحاريين، مو من السهولة العراقيين ما عندهم هذا المبدأ بحياتهم. لذلك يعني أنا أرى أن بصمة التنظيم الإرهابي واضحة في هذا الموضوع، لكن لماذا وكيف استطاعوا الوصول إلى قلب بغداد؟ هذه المشكلة. وأنا أرى أنه السيد الكاظمي ربما قد يتخذ إجراء بعض التغييرات الأمنية. هو كان يريد أن يجريها قبل عدة أيام، لكن يبدو أنه الآن أصبح أمام أمر واقع، يجب أن يجري بعض التغييرات الأمنية اللي تحتاجها القوات الأمنية بالوقت الحاضر. اتهامات متعددة متنوعة، في انتظار أن تتضح الصورة أكثر في الأيام من مقبلة. شكرا جزيلا لك سرمد البياتي، الباحث في الشؤون الأمنية من بغداد.